هنا قصيدة لزينب تعاتب أخوها محمد الحنفية. شو تقول له يا 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 خويا قعد تلقانا خويا قعد تلقانا خويا قعد تلقانا خويا قعد تلقانا شو
وش عملت عبانا شوف وش عملت عبانا قولك عدت لك انا اخوي انشد لي عن حسين قولك عدت لك انا اخوي انشد لي عن حسين عن حسين اخوي عدت لك انا اخوي انشد لي عن حسين شبني عن حسين يا هي ظل الوحد ابن بعيد ظل الوحد ابن بعيد هي خويا عداه بالصبر انا اختك جيت اليوم عطشان اخويا قعدت لك انا اخويا قعدت لك انا حمل جبال مني شيل خويا قعدت لك انا حمل جبال مني تشيل خويا قعدت لك انا وبيا بعد لا ضل حيل خويا النادل بي يعين خويا النادل بي يعين شوف متوني دم تسيل شوف مدوني دم تسيل شوف مدوني دم تسيل شوف مدوني دم تسيل شوف مدوني دم تسيل وعبد الله الضيف الذبحة وعبد الله الضيف الذبحة الله لطيف الذبحه قولك عدت لك انا وعبد الله لطيف الذبحه قولك عدت لك انا وعبد الله لطيف الذبحه قولك عدت لك انا وقلب ابن ارحم حرقه حسين من جابه وراس حسين من جابه وراس حسين من جابه وعبد الله لطيف الذبحه وعبد الله لطيف الذبحه وقلب النار هم حرقه وراس حسين من جابه وراس حسين من جابه وعلى الرمح من شاله وعلى الرمح من شاله الله الله يا شباب حسين نايم 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 حسين نايم تلقى والزهره الحزينه تلقى والزهره الحزينه اللي الا جت من المدينه الله الله يا شباب حسين نايم حسين نايم الله الله يا شباب حسين نايم والزهرة الحزينة اللي لجت من المدينة تصيح وين حسين وين تصيح وين حسين وين الله الله يا شباب حسين نايم حسين نايم حسين نايم حسين نايم صحت يمه يا زينب قلبي يا هالناس صحت يمه يا زينب قلبي يا هالناس شي صحت يمه يا زينب قلبي يا هالناس شي شي دود عمر الشباب الله الله يا شباب حسين نايم حتى الله الله يا شباب
الله الله روح الله الله الحسين نايم روح الله الله يا شباب روح الله الله يا شباب روح الله الله يا شباب شباب حسين نايم على التراب شو تقول الزهراء تقلب بحك هذه الابيات استجابه الدعاء وختم المجلس ان شاء الله والعوده ان شاء الله يا ايه اسمع تقول بحك يا ابن الله واكبر بحك يا ابن الله واكبر فوق الشمس والعطش والحياه ياك ياك يمه يا يمه يمه وفرت عقب عينك الخده اما ابن فضل العباس تقول لي النايم على العلق وقوم بالحسينيات من دمعة يقول هله هله الدمع يا فاطمة بعثات الأحزان هله هله الدمع يا فاطمة بعثات الأحزان ونادم ضعيف الصوت يا المذبوح طلع على الشيخ هادي هذا الطور إله يقول هل الدمع يا فاطمة بعبرات الأحزان ونادم ضعيف الصوت يا المذبوح ابنيك حسين لعبت عليه الخير عظم الله لكم الأجر في مصاب الحسين عليه السلام إلهي ارفع يدك رحم الله والديك ختام المجلس حياكم الله وما قصرتوا يا أرحم الراحمين يا أرحم حسين الوجيه وجده وأبيه والذرية والتسعة المحصومين من ذوي شافي وعافي كل المرضى يا الله إلهي بختام هذا المجلس الكريم أقضي حوائج المحتاجين جميعا يا الله شافي وعافي كل من أوصانا وأوصاكم بالدعاء كل ما عندنا ذرية يا الله إلهي أعطيه ذرية بحق عبد الله مرضيع إلهي فك دين كل مديون يا الله إلهي أولا وهذا أحسن دعاء
عجل مولانا الفرج صاحب العصر والزمان. شو نقول له؟ نقول له يا ابن فاطمة الأمان الأمان، يا ابن فاطمة الأمان الأمان، يا صاحب الزمان إلهي حسن العاقبة يا الله ارزقنا حسن العاقبة بحق محمد وآل محمد جميعا، رجالا ونساء وأطفال وشيبة. إلهي جميع المرضى إلهي شافيهم وعافيهم يا الله، وبالخصوص من أوصانا بالدعاء إلهي بحرقة قلب زينب إلهي بحرقة قلب زينب إلهي بحرقة قلب زينب، تقبل منا هذا العمل القليل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الأرواح موتاكم وموت السامعين والحاضرين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأرواح أمواتنا وأمواتكم جميعا وأرواح أموات شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا وأرواح شهداء العراق كافة وخدمة الإمام الحسين وأمواتي وأمواتكم جميعا، نهدي لهم ثواب سورة الفاتحة مسبوقة ثلاث مرات بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أحسن الله لكم العزاء جميعا وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الحسين في مثل هذا اليوم وفي أيام العشرة الماضية من شهر محرم الحرام. إخواني جميعا رحم الله والديكم رحم الله والديكم، لا تنسون الحج الشعبي تندعوا له، رحم الله والديكم الجرحى تترحمون للشهداء الأبطال، إن لولا دماهم لما صارت هذه المواكب، اللي لولا دماهم ما صارت هذه الزيارة للإمام الحسين والأربعينية، لا تنسوهم منهم فضل علينا كليتنا جميعا، ولا تنسون التبرع للحج الشعبي مستمرين احنا ان شاء الله، هذا امتداد لقضية الإمام الحج الشعبي امتداد لقضية الإمام الحسين، ورجاء اسمحوا لي باسم أعضاء موكب الإمام الحسن العسكري، باسم خدمة موكب الإمام الحسن العسكري، باسم ممثليتكم ممثلية الشعار والمواكب الحسينية رحم الله والديكم، خاف أثنين واحد الحسين عليكم رهبونا رحم الله والديكم، ترى هاي الايام العشرة جدا صعبة والله والله العظيم، اهم شيء الامان الامان، طبت الوادم وطلعت بستر على الله اهل البيت كتبكم وورع فاس الامان الامان، فاعذرونا عمي خاف قصرنا، اعذرونا عمي رحم الله والديكم خاف غثينا واحد، خاف ما ندري بالطريق ذبحنا واحد رحم الله والديكم، رهبونا رحم الله والديكم رحم الله والديكم رحم الله والديكم رحم الله والديكم. لبيك يا حسين لبيك.